السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي الأطفال وأحبتي المتابعين. كيف حالكم يا أطفال؟ الحمد لله. درسنا اليوم عن رقم جديد وهو رقم 9. هيا نعود جميعا إلى رقم 9. 1 عليكم إلى رقم 9. هيا يا أطفال، والآن من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ هيا أطفال، نريد الطالبة. هيا أطفال، والآن نريد الطالبة فرح المصري. تفضلي يا علي يا طالبة فرح. هيا نكتب رقم 9. هيا فرح. هيا يا فرح، انظري معي إلى هذه البالونات الجميلة. عدي معي. أحسنتِ 9، اكتبي معي رقم 9 هنا. أيوه برافو، أحسنتِ، ما شاء الله، ما شاء الله. أحسنتِ يا فرح. تصفيق حال الطالبة فرح المصري، أحسنتِ يا فرح، برافو عليك. هيا يا أطفال، من يكتب معي رقم 9؟ أنا. نريد الطالبة إيمان وأمينة طيار، هيا إيمان وأمينة، أولاً إيمان، اكتبي معي رقم 9. هيا، أحسنتِ يا إيمان، برافو يا إيمان. تصفيق حال الطالبة إيمان طيار، برافو إيمان. هيا أمينة، هيا أمينة طيار أيضا اكتبي معي رقم 9. هيا أمينة، برافو يا أمينة، أحسنتي. أيضا تصفيق حال الطالبة إيمان طيار، برافو إيمان. أمينة أطفال، هيا يا أطفال ننظر إلى هذه الفراولة الجميلة. عدوا معي هذه الفراولة، يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أنا. عدد الفراولة، نريد الطالبة آية الله هنداوي. هيا آية. أنا. آية اكتب معي رقم 9 تحت الفراولة. أيوة برافو، 9، برافو ما شاء الله، أحسنتي. تصفيق حال الطالبة آية الله هنداوي، برافو يا آية. هيا يا أطفال، من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أنا. الطالبة الصغيرة سيرين شاهين، هيا سيرين اكتب معي رقم 9. هيا سيرين لوحدك، برافو برافو، احسنتي ما شاء الله. تصفيق حال الطالبة سيرين شاهين، برافو يا سيرين. هيا يا اطفال، من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ نريد الطالب بتول هنداوي. هيا بتول، كم عدد الفراولة اولا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب معي رقم 9، هل تصريح؟ ايوه برافو، ايوه احسنتي. تصفيق حال الطالبة بتول هنداوي، برافو يا بتول، احسنتي. هيا يا اطفال، عندي هنا 9 موزات، من يستطيع ان يعدهم ويكتب العدد الصحيح؟ انا. نريد الطالبة الياس حنطماني، هيا الياس، كم موزة وجد عندنا؟ 9، احسنتي برافو، اكتبي معي رقم 9. هيا ليلاس، ايوه احسنتي. تصفيق حال الطالب ليلاس خانطوماني، برافو ليلاس. هيا يا اطفال، من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. الطالب الصغير محمد قطان، هيا محمد اكتب معي رقم 9. هيا محمد هنا، هنا اكتب هنا، نعم هنا، ايوه برافو عليك، ايوه احسنت. ايضا تصفيق حال الطالب محمد قطان، برافو يا محمد. هيا أطفال، من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أنا. نور الدين أعطيني، هيا نور الدين اكتب معي رقم 9. هيا نور الدين، فوق، أيوة أحسن. تصفيق حال الطالب نور الدين أعطيني، برافو يا نور الدين. هيا أطفال، عندي هنا مجموعة من الأقلام الجميلة، مجموعة من الأقلام، انظروا معي إلى هذه الأقلام، يوجد لهم عدد، من يستطيع أن يعدهم ويكتب العدد الصحيح؟ أنا. نريد الطالب فضيلة الشيخ، هيا فضيلة، كم عدد الأقلام هنا؟ أدي 9، أحسنتي، اكتب معي رقم 9، برافو يا فضيلة. تصفيق حال الطالب إلى فضيلة الشيخ. هيا أطفال، من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أقال بكري عقار، هيا بكري اكتب رقم 9، خطك الجميل يا بكري، أحسنتي يا بكري، برافو ما شاء الله، هذه 9 كبيرة، أحسنت. تصفيق حال الطالب بكري عقار.
ثلاثي يا محمود. اكتب معايا رقم 9. لا نصغر شوي. لا هذه خطا، هذا خطا. اكتب اكتب 9. 9 بخط كام؟ جميل. صغر شوي 9 هنا. ايوه احسنت. هذه 9 جميله. تصفيق قال طالب محمود ثلاثي. هيا يا اطفال، عندي هنا اليوم 9 مثلثات، من يستطيع ان يعدهم ويكتب الرقم الصحيح؟ انا. الطالب ابراهيم سجل. هيا ابراهيم، كم عدد المثلثات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 احسنت، برافو. اكتب معي رقم 9. احسنت يا ابراهيم. تصفيق قال الطالب ابراهيم سجان. برافو يا ابراهيم. هيا يا اطفال، والان عندي هنا عده من البرتقال اللذيذ. من يستطيع ان يعد كم برتقال عندي ويكتب الرقم الصحيح؟ انا. اطلع عبد الملك سجان. هيا عبد الملك، كم برتقال عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب معي العدد الصحيح. احسنت، برافو عليك. تصفيق قال الطالب عبد الملك سجان. برافو يا عبد الملك. هيا يا اطفال، والان عندي هنا فله كبيره من التفاح اللذيذ ايضا. من يستطيع ان يعده ويكتب الرقم الصحيح؟ انا. الطالب زكريا سجان. هيا زكريا، كم تفاحه جت عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب معي رقم 9. احسنت، برافو. تصفيق قال الطالب زكريا سجان. هيا يا اطفال، والان من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. الطالب جمال سيدو. هيا جمال، اكتب معي رقم 9 هنا. هيا لوحدك. ايوه احسنت. تصفيق قال الطالب جمال سيدو. برافو يا جمال. هيا اطفال، والان من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. الطالب عبد المنعم توتنج. هيا عبد المنعم، اكتب معي رقم 9 هنا. هيا عبد المنعم، برافو عليك يا عبد المنعم. احسنت. تصفيق حال الطالب عبد المنعم توتنجي. برافو يا عبد المنعم. احسنت. هيا يا اطفال، والان من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. هيا نريد الطالب عبد الرحمن دبليز. هيا عبد الرحمن، اكتب معي رقم 9 هنا. برافو برافو يا عبد الرحمن. ايوه اسرع قليلا. ايوه احسنت، هكذا ثم هكذا. ايوه تصفيق حال الطالب عبد الرحمن دبليس. برافو يا عبد الرحمن. هيا يا اطفال، والان من يستطيع ان يكتب معي 9 مثل هذه 9 الجميله هنا؟ نريد الطالب محمد حكان. هيا محمد، محمد حكان، اكتب معي رقم 9. خطك جميل. ايوه احسنت. تصفيق حال الطالب محمد حكام. هيا يا اطفال نكتب رقم 9. من يستطيع ان يكتب رقم 9؟ طيب الطالب احمد مقعز. هيا احمد، هيا احمد، اكتب معي رقم 9 لوحدك. احسنت يا احمد مقعز، برافو عليك، ممتاز. تصفيق حال الطالب احمد مقعز. هيا يا اطفال، من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ الطالب محمود حلي. يا محمود، اكتب رقم 9. برافو يا محمود. تصفيق حال الطالب محمود حلي. برافو يا محمود. هيا يا اطفال، والان من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. الطالب لين اودان. هيا لين، اكتب معي رقم 9. ايوه برافو عليك يا لين. احسنت يا لين، ما شاء الله تبارك الرحمن، برافو عليك يا لين. تصفيق حال حال الطالب لينا ودان. برافو يا لين. هيا يا اطفال، والان من يستطيع ان يرجع يعد معي هذه العده من الاقلام؟ طيب ريان تتنجي. يا ريان، عندي معي كم قلم يوجد؟ احسنتي، اكتب معي رقم 9. برافو عليكي، اكتب معي رقم 9. احسنتي يا ريان. تصفيق خالد طيب ريان تدنجي. برافو يا ريان. هيا يا اطفال، من يستطيع ان يكتب معي رقم 9؟ انا. الطالبه الصغيره حلا تدنجي. يا حلا، اكتب رقم 9. برافو يا حلا. ايوه ايوه احسنتي، برافو يا حلا، ما شاء الله احسنتي يا حلا. تصفيق حال الطالبة حلا تتنجي. برافو يا حلا. هيا
هيا أطفال الآن من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أنا. أطفال حسام راشي يا حسام اكتب معي رقم 9 يا حسام. أيوة برافو عليك يا حسام. تصفيق قال الطالب حسام راشي. برافو حسام. هيا أطفال الآن من يستطيع أن يكتب معي رقم 9؟ أنا. الطالب محمد سيدو يا محمد اكتب رقم 9. أحسنت يا محمد سيدو. تصفيق حال الطالب محمد سيدو. هيا أطفال والآن حصة الكبار، من يستطيع أن يكتب معي رقم 9 بالعربي وبالتركي أيضا؟ الطالب زيد مراشي، هيا زيد اكتبها هنا بالعربي وبالتركي. هيا زيد، هيا 9 أحسن أحسن. تصفيق حال الطالب زيد مراشي. هيا أطفال عندي هنا حصة من البالونات الجميلة الملونة المزخرفة، من يعدهم لي ويكتب العدد الصحيح؟ طالب آية حباب كم بالون يوجد عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب العين رقم 9. برافو عليكي. تصفيق حال